أهلا بكم. بين فترة وأخرى تبرز إلى السطح معضلة الحزام الأمني في بعض المناطق المحررة والتي يعدها مراقبون أخطر التشكيلات اليمنية في جسم الدولة اليمنية التي يقاوم اليمنيون لأجل استعادتها. تشكيل الأحزمة الأمنية سرعان ما أثار لغطا واسعا بسبب العديد من الإجراءات والمعارك التي دخلتها والممارسات التي ارتكبتها ضد سكان المناطق التي تنشط فيها، من بينها تهجير وترحيل المئات ممن استقروا في مناطق ما بعد خط عام 90 واختطاف المئات من أبناء المناطق الجنوبية في سجون سرية غير شرعية. كثيرة هي التهم الموجهة لقوات الحزام الأمني، من بينها الضلوع في عمليات قتل واحتجاز وتعديات خارج القانون واستهداف ممنهج ومتواصل للخصوم السياسيين وإدارة سجون سرية تابعة للإمارات في جنوب اليمن. كما تقوم هذه القوات بتلك التصفيات والتجاوزات بحق الخصوم السياسيين والعسكريين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ومحاولات فرض الأمن والاستقرار في البلاد. المساء اليمني يفتح تساؤلات الأحزمة الأمنية وعلاقتها باستعادة الدولة، وما مدى تناقض فكرة التشكيلات المسلحة مع فكرة دعم الشرعية التي تدخل بموجبها التحالف في اليمن. لماذا لا يخصص الجهد المبذول في دعم تلك التشكيلات لدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للسلطة الشرعية؟ وماذا عن عقيدة وولاء تلك التشكيلات للخارج؟ كيف تخلق بؤر حساسية وتوتر مع السلطة الشرعية؟ أعزائي المشاهدين، حول الأحزمة الأمنية وطبيعة مهامها ومخاطرها على مستقبل اليمنيين سوف نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني، وسيكون ضيفنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الأكاديمي عادل المسني. أهلا بك دكتور عادل، أرحب بك. ونبدأ النقاش مشاهدينا بعد أن نشاهد التقرير حول موضوع هذه الحلقة. منذ اللحظة التي لفظت فيها المناطق المحررة الأرتال العسكرية للانقلاب، انتظر اليمنيون أن تملأ الدولة الفراغ الأمني والمؤسسي بعد التحرير لتبعث رسائل اطمئنان لها علاقة باستعادة الدولة اللافتة العليا للمقاومة اليمنية المسنودة من التحالف العربي. فكرة الأحزمة الأمنية التي تبنتها بعض دول التحالف بقوة وتسعى لتطبيقها في المحافظات اليمنية تحت لافتة قوات النخب، النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية وغيرها، كانت الضربة الرأسية التي وجهت لحضور الدولة في المناطق المحررة، خصوصا في أكثر المؤسسات حساسية، المؤسسة الأمنية. الأحزمة الأمنية التي تم فرضها في محافظات بعينها لم تلقى قبولا في محافظات تابعت التجربة في بعض المناطق المحررة، ورأت أنها مشروع لتقويض حضور الدولة وإلحاق الأذى بالحقوق والحريات، خصوصا بعد الحديث عن السجون السرية والاختطاف والتعذيب. وبحسب متابعين فإن العمل خارج إطار الشرعية وجسم الدولة يشكل خطرا على مستقبل الأمن والاستقرار، وبالذات في ظل انتشار الأجهزة الأمنية والتشكيلات غير النظامية التي تبرز كعبء مؤسسي على كيان الدولة وتحضر كطرف نزاع على صلاحية السلطة الشرعية. تناقض فكرة التشكيلات المسلحة مع فكرة دعم الشرعية التي تدخل بموجبها التحالف في اليمن تضع أكثر من علامة استفهام على مسلك التحالف العربي الذي رفع لافتة إسناد اليمن في استعادة الدولة، بينما يدور على الأرض مسلك مختلف عن الأهداف المعلنة. عقيدة وولاء تلك التشكيلات للخارج يخلق بؤر حساسية وتوتر مع السلطة الشرعية، واضطرابات قد تنفجر في لحظة معينة داخل جسد الدولة الشرعية، وخصوصا إذا ما تعلق الأمر بمستقبل تلك التشكيلات في حال انتهاء الانقلاب وعودة السلطة الشرعية. محافظات من بينها تعز ومأرب كانت لها مواقف واضحة من فكرة الأحزمة اليمنية، فيما تظهر العديد من المحافظات تململا واضحا من الفكرة التي يراها متابعون تهديدا مباشرا للكيان الأمني للدولة اليمنية. أكرر الترحيب بك دكتور عادل، ضيفنا في الاستديو في هذه الحلقة. إذا دكتور عادل، كما هو معروف منذ تحرير المحافظات تحديدا المحافظات الجنوبية من تحالف الانقلاب، كانت هناك استراتيجية ربما متبعة من قبل التحالف فيما يتعلق بتشكيل هذه الأحزمة الأمنية، وهي كانت ربما نواة في عملية التحرير، ربما كانوا هم أفراد في المقاومة الشعبية أيضا لمواجهة الانقلابين. باعتقادك ما أهداف هذه الأحزمة؟ أعتقد أنه واضح
استراتيجية الإمارات من خلال أولا أهدافها المعلنة التي جاءت لدعم الشرعية. طبعا الإمارات كان لها أهداف خفية وظهرت من خلال بكل وضوح من خلال الأحزمة التي شيدتها وأقامتها في المحافظات الجنوبية، والتي كان في صلب عملها استهداف الشرعية واستهداف الألوية التابعة للرئيس عبد الرب منصور هادي. وفي البدء بدأت بشكل مباشر بالتصعيد إلى أعلى الهرم وهو الاصطدام مع الرئيس عبد الرب منصور هادي وأخرجته من البلد، ثم أقامت هذه الميليشيات لتكمل المهمة وهي أيضا تصفية الكاملة للوجود الشرعي في الجنوب، ثم أيضا إقامة معتقلات واسعة لأيضا تكميم الأفواه وأيضا إكمال السير في هذا الطريق الشائك. أعتقد أن الإمارات أهدافها معلنة، هي تقود في المنطقة بشكل كبير الثورات المضادة، وجاءت في اليمن أيضا لتكمل المشوار الذي بدأه الانقلاب. وهناك يعني تزاوج كبير بين ما تقوم به الإمارات في الجنوب والانقلاب في الشمال، وهو هدم المشروع الثورة التي خرجت به ثورة فبراير، وهي مشروع جامع يدعو إلى مخرجات الحوار التي تسير في طريق أيضا بناء يمن مستقر مزدهر يقوم على أكتاف كل اليمنيين وعلى شراكة بين كل فئاته. وبالتالي المشروع الآخر المناقض وهو هذا الذي تريده الإمارات، وهو تمزيق هذا المشروع الجامع إلى أيضا كيانات متعددة ذات طابع مناطقي تماما. هي فكرة ليست جديدة، هي فكرة استحدثتها يبدو بريطانيا حينما حكمت المستعمرات في الجنوب، كانت تقيم أيضا محميات في كل محميات تسفي كامل الجنوب، هدفها أيضا حماية المشروع الاستعماري البريطاني. وهنا أيضا مشروع احتلال للإمارات من خلال أيضا إقامات قواعد ثابتة في سقطرة وعدن وأيضا باب البندم، ومن ثم تأتي الأحزمة وهذه الميليشيات لأيضا حماية هذه الأهداف الثابتة للإمارات. لماذا في هذه الفترة التركيز على هذا الموضوع، هذه الأحزمة وهذه الكيانات المسلحة هي موجودة ربما منذ بداية التحرير؟ صحيح، هي موجودة لكن تفاقم بشكل تراكمي أثرها على الناس، فصارت شيء غير مقبول ومزعج للغاية وجارح حقيقة لمشاعر اليمنيين حينما سارت وبلغت بأهدافها المدى وبدأت تتدحرج حينما سيطرت على كامل الجنوب إلى تعز وإلى مارب أيضا. في يعني طيب في ظل هذه السيطرة الكاملة للتحالف العربي، هنا يبرز السؤال، لماذا السعي لتشكيل هذه الكيانات؟ لماذا لا يتم دعم المؤسسات الرسمية العسكرية والأمنية والعمل من خلالها ربما لتثبيت الأمن والاستقرار ولمكافحة الإرهاب ولكل المبررات التي تساق بغرض دعم فكرة تشكيل هذه الكيانات؟ ونحن ننطلق من أن هناك شكوك في أهداف الإمارات المعلنة في استرداد الدولة واستعادة الشرعية. هناك هدف آخر وهو دعم الثورة المضادة وتفجير هذه الكيانات داخل أيضا مربع الشرعية، وهذا هو المقلق حقيقة. نحن نشهد الآن معارك ضارية منذ 3 سنوات في الجغرافية المستعادة في المناطق الجنوبية وفي تعز، لم يعد هناك أثر لدور حقيقي يقوم به التحالف داخل مربع الانقلاب. المعارك الآن تثار بشكل صادم لمشاعر اليمنيين في عدن في نشاد الإرهاب. طيب أنت لن تركز في كل حديثك عن الإمارات، أين هي السعودية؟ هي الآن من يتزعم هذا التحالف العربي، أين هي مما يحدث؟ حقيقة السعودية منشغلة إلى حد كبير بالترتيبات لانتقال السلطة في الداخل، وهناك معركة ربما هي منشغلة في هذه الفترة، أين هي منذ بداية التأسيس وتشكيلها؟ هو بلا شك المملكة العربية السعودية تتماهى بشكل كبير، وهناك تبادل أدوار حول وهناك يعني قاسم مشترك للمملكة العربية السعودية تحالف، وأيضا أعتقد أنه خط إقليمي ودولي حول القلق من الربيع العربي في المنطقة بشكل كبير وفي اليمن أيضا، وبالتالي هناك خطوط يجتمع حول الإقليم وأيضا حتى المجتمع الدولي، وهناك أيضا الأمم المتحدة لها ضلع كبير في دعم الانقلاب وفي هذا التشظي ودعم الشجار الحاصل في المناطق المحررة. وبالتالي أعتقد أن هناك يعني قلق كبير من مشروع الدولة ومن مشروع مخرجات الحوار من مشروع الجامعة التي تحمله الثورة والشرعية، وبالتالي هناك عملية هدم مستمرة لقوى الثورة وتشجيع لهذه الكيانات. أين هي الشرعية موقفها؟ لماذا هذا الصمت؟
هل هناك تماهي مع هذا المشروع؟ هناك حديث عن ربما أن الأجندات اليوم مختلفة ومتباينة بين الشرعية والتحالف؟ حقا الشرعية الآن تحت الإقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية أولا تعرضت لعملية خلق بيئة طاردة بشكل كبير في الجنوب، وعملية بناء الأحزمة وبناء هذه الميليشيات التي كان في صلب عملية استهداف الشرعية وألويتها ومن ثم طردها من الجنوب. هناك خلق بيئة طاردة في ساهمت بشكل كبير هذه الأحزمة، وأيضا دولة الإمارات، وبالتالي وفرت له جو آخر في المملكة العربية السعودية وهي الإقامة الجبرية. هو لا يستطيع، هو عاجز عن العودة للجنوب لأن الجنوب غير قابل على الإطلاق لعودة الشرعية من خلال هذا العمل الضخم، الجيوش المدربة والأموال وسيل الأموال والأسلحة التي تدفق من الأسلحة من الإمارات لهذه الميليشيا. دكتور عادل، ربما الحديث عن إقامة جبرية هو حديث ربما من طرف واحد، لم نشهد موقف أو تصريح من الشرعية، بالعكس الآن الرئيس ربما في ألمانيا ذهب ليشارك، هناك الكثير من اللغط بناء على تحليل الظاهر من الأمور، يعني بعيدا عن بواطن الأمور وما يثار من تسريبات ربما. لا، حقيقة نحن نحكم على الواقع حتى نكون موضوعيين. لا يستطيع إطلاقا الرئيس هادي منذ 3 سنوات المفترض كرئيس شرعي أن يكون في اليمن، أن يتابع عملية المعركة الضروس التي تحصل مع الانقلاب ومع كل هذه الكيانات الموجودة. نحن نعيش ظرف حرج جدا، اليمن تعيش في أضيق ظروفها سواء الاقتصادية أو السياسية والعسكرية، تخوض معارك على أكثر من ربما صعيد. هذه هي نقطة فرعية وبعيدة عن موضوع ذهبنا إليها في النقاش، ربما الآن من التطورات الأخيرة والبارزة ربما اليوم في العاصمة المؤقتة عدن استقالة المفلحي قبل دقائق ربما من الآن، يعني خلال ساعة قدم استقالته من خلال صفحته على الفيسبوك، وأرجعها ربما لمواجهته لفساد كبير ربما قال يتزعمه رئيس الوزراء. تعليقك مبدئيا على هذه الاستقالة؟ أعتقد أنه هناك علامات استفهام كثيرة حول بن دغر وعلاقته بالإمارات، وبالتالي يأتي من خلال أيضا هذه المعركة التي تتفجر الآن بين المحافظ الذي حقيقة له بصمات واضحة في محاولة إعادة الإعمار والخدمات للمحافظة، لكنه اصطدم بأجندة الإمارات من جهة، والريف والذي كان يعول عليه أن يكون رافدا أيضا لمهمة المحافظ هو الحكومة والشرعية، لكن واجه ايضا مشكله في هذا الصدد من خلال تغول الفساد الهائل داخل مؤسسات الحكومه. اعتقد انه بن داغر هو يوفر هذه الاجندات ايضا، او يوفر هامش كبير لهذه الاجندات لتسرح وتمرح داخل المحافظات الجنوبيه. بن داغر يعود بشكل شخصي، اعتقد انه لا يمكن ابدا ان يحقق اي نتاج اي مهام داخل عدن، لان عوده الحكومه ينبغي ان تكون وفق الوزارات السياديه الماليه مع البنك المركزي مع الخارجية مع الداخلية مع وزارة الدفاع، ومن خلالها تنفذ المشاريع. أما أن يعود شخص إلى الجنوب ممثلة بشخص بن دعر يذهب ويعود يذهب ويعود في محاولة للإيحاء بأن هناك حكومة تعود وهناك مهام وهناك، وفي الحقيقة لا يوجد أي مهام تنفذ داخل الجنوب لأن الحكومة مشلولة. إذا ما نظرنا في سياق غياب هذه المؤسسات التي يجب أن تعمل وهذه الأجهزة التي يجب أن تنفذ من خلالها المشاريع، أما يعني لنا أن نتساءل كيف له أن ينفذ هذه الخدمات والمشاريع عبر الأثير؟ لابد من أجهزة، العالم كله يتحرك عبر مؤسسات وعبر أجهزة. موجودة حكومة ووزراء معينين؟ هو أشخاص، نعم، يأتون هؤلاء 3 4 5 مع الوزراء مع الأخ الرئيس الحكومة، ثم يعودون ويذهبون ويعودون. نحن نريد عودة مظفرة للحكومة، ينبغي حتى إذا كانت هنا، نعم الوضع معقد وشائك نظيرا لهذه الأجندات التي تعمل وتخدم أيضا الإمارات، وبالتالي هي صادمة ومتصادمة أيضا مع الشرعية، لكن على الأقل ينبغي إذا عادت أن توفر حتى منطقة آمنة، منطقة خضراء فلتكون للحكومة لتعمل من خلالها. أما أن يعني تحاول أن توجد مبررات ومسوغات لأنها تعمل وستعود وتنفذ ولديها صلاحيات وكذا 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 في غياب كامل لأجهزتها، أعتقد أنه كلام في الهواء. طيب إذا ما تحدثنا في موضوع الأحزمة الآمنة عن نقطة المخاطر هذه الأحزمة، هناك ربما الكثير يتحدث عن مخاطر لها، إلى أي حد لها مخاطر؟
حقيقة الخطورة كبيرة، أولا على الشرعية، على المشروع الوطني، على الثورة اليمنية التي أردنا من خلالها جمع كل هذه فئات الشعب اليمني والسير أيضا نحو يمن مزدهر من خلال أيضا مشروع جامع وهو مخرجات الحوار. بالتالي هناك الآن قضايا تتفجر، انقلاب رافض لهذه الثورة قام في الشمال، وأيضا أجندات تدعمها الانقلاب في من خلال هذه الأحزمة الرافضة أيضا للمرجعيات والرافضة أيضا لمناخ الثورة الجامع في اليمن. وبالتالي هناك مشروعين هدفهما الأساس هو ضرب هذا المشروع الجامع. وبالتالي أعتقد أن المخاطر يكمن في هدم أو زعزعة كيان الشرعية، وهذا واضح من خلال أجندة المعلمة العسكرية، العمل العسكري والعمل السياسي، وأيضا الدعم المعلم من قبل دولة الإمارات في. طيب دكتور عادل، كيف تبدلت المواقف والأمور؟ كانت هذه الأحزمة وهذه الكيانات ربما لها موقف في عملية التحريرهم كما ذكرت لك في البداية، النواة في المقاومة الشعبية في هذه المحافظات، كيف تبدلت الأمور؟ كان المفترض لا، حقيقة هناك من يدير المعركة بشكل أساسي ومن يرسم الخطط والاستراتيجيات في سواء المعركة العسكرية التدور وحتى السياسية هي الدول التحالف. وبالتالي أعتقد أن الشرعية غيبت منذ البداية وسارت أجندات الإمارات بشكل سلس في إقامة الجنوب وانحرفت عن مهامها وبدأت تشكل هذه الكيانات وتصطدم مع الشرعية. وبالتالي الآن نحن أمام واقع مخيف ومرعب داخل الجنوب من خلال هذا الجسد الخبيث الذي هناك. من يرى أن الشرعية لم تغيب، الشرعية موجودة، ما الذي يمنعها من أن تصرح وتكاشف الناس عن حقيقة الأمور؟ الشرعية سيدي، أنت حينما تتكلم عن جغرافيا المستعادة الجنوب، الجنوب كله يخضع لسلطة مباشرة، احتلال مباشر من قبل الإمارات، وهناك أجندات واضحة وميليشيات وحزام أمني يحكم ولديه إمكانات مهولة من خلال التدريب والأسلحة والجيوش والتدريب والمواقع الثابتة في الجنوب. وبالتالي هو من يسيطر بشكل عملي على الجنوب، وبالتالي تخضع أيضا لاختراق مباشر ومستمر من قبل الإمارات. هناك محافظ أيضا أسقط، والآن المحافظ الآخر في عدن يسقط. هناك عمل ممنهج لإسقاط أي رموز للشرعية ومن ثم أيضا تثبيت هذه الكيانات داخل المربع الشرعي. أعتقد أن الخطورة في كون هذه الأحزمة تتبع مشاريع أجنبية، وبالتالي لن تحقق أي نجاح يذكر داخل سواء الجنوب. طيب أو في تعز الآن إلى جانب الجيش الوطني، ليست الكيانات المسلحة الموجودة الوحيدة والتي في صف الشرعية هي الأحزمة الأمنية، ربما هناك أيضا المقاومة الشعبية قد يرد آخر ربما أيضا في مناطق أخرى تابعة للشرعية. ما الفرق بينهما يعني؟ المقاومة يا سيدي هي تعمل وفق أيضا إدارة، مثلا في تعز هناك ممكن انسجام كبير وتعمل أيضا تحت إدارة الجيش الوطني وهي مستعدة حقا. هو حتى المقاومة نفسها والشارع في تعز كله يطالب بدمج المقاومة. من يرفض غياب استراتيجية واضحة لدى التحالف هو لا يريد دمج المقاومة ضمن أجندات الجيش، هو تماما لأنه هو يريد أساسا إضعاف الجيش، هو لا يدرب الجيش ولا يسلح ولا أيضا يدمج المقاومة، بالعكس هو يقيم مشاريع أخرى هدفها ضرب هذا الجيش الوطني. وبالتالي نحن مع استراتيجية هدم تقوم على دعم هذه الميليشيات. أعتقد أن الخطورة تكمن أيضا في أنها تحمل أجندات أجنبية، مثلا هناك أجندات لإيران بدأت تتصارع وتظهر في الجنوب وأجندات أيضا للإمارات. وبالتالي أعتقد أنها طالما هي ليست في صلب المشروع الوطني وليست لها أجندات وطنية فإنها تفجر الجنوب اليوم أو غدا. وبالتالي ينبغي الحل الوحيد لحل كل هذه الإشكالات وإعادة الاستقرار هو في عودة الشرعية التي ينتظم من خلالها العمل الوطني ككل، وتحل مسألة لا استقرار والفوضى والتشظي الحاصل في الجنوب. طيب ربما أن تحذر من مخاطر انفجار الوضع بسبب هذه الأحزمة والمجامع المسلحة، وتقول أن هناك رغبة في إفشال وتهميش الجيش الوطني. في المقابل من هم في صف هذه الأحزمة ومؤيديها وهذه الكيانات المسلحة يقول ربما هناك جيش وطني في مناطق الشمال، ربما هو لم يحقق أي إنجازات مشابهة أو قريبة مما حققته هذه الأحزمة الأمنية، هناك ربما أعداد مهولة وكتلة يعني كبيرة في أعداد وقوام الجيش الوطني في مناطق معينة لم تحقق شيء ولم تنجز شيء.
صحيح، لأن هناك حالة من الذي يذكرها الآن المحافظ وهو الشكوى المستمرة من أيضا أجهزة الشرعية، هناك حالة إفساد وفساد داخل الشرعية، وهناك حالة أيضا التحالف هو من يسيطر ويدير العمل العسكري سواء في الشمال أو في الجنوب، وبالتالي التحالف أيضا هو من يعرقل أي نجاح عسكري، وهو من يعيق أي اختراق عسكري مثلا في جبهة مأرب أو في تعز أو غير ذلك. مثلا تعز حينما خرجت ضد هناك كان في اصطفاف وصحوة جماهيرية كبيرة ضد الحزام الأمني في الإمارات وقالت لا للحزام الأمني، وخرجت أيضا الأحزاب وأيدت أيضا الشارع. اليوم الثاني انفجرت معركة دفعوا بالحوثي أيضا والانقلاب ليفجر معركة، ولا زالت تداعياتها إلى اليوم، بمعنى أن هناك انسجام كبير ما بين أجندات الإمارات والانقلاب، هناك حالة مشتركة من إضعاف الشرعية سواء في الشمال أو الجنوب، لتبقى الحل النموذج هي الميليشيات وهذه الكيانات التي توفر قدر أو هامش بسيط من الأمن، لكن في المقابل هي تهدم الدولة وتهدم الكيان الجامع لليمن. طيب استاذنا دكتور عادل، نشرك معنا بالنقاش من فيينا في النمسا توفيق الحميدي، مسؤول الرصد بمنظمة سام للحقوق والحرية. أهلا بك أستاذ توفيق. كجانب حقوقي وفيما يتعلق بالحريات، ونحن نتحدث عن هذه الأحزمة الأمنية، هناك أيضا ضمن اللغط الذي يثار حول دورها أن لها ربما دور في القيام بعديد من الممارسات والانتهاكات فيما يخص جانب الحرية وحقوق الإنسان، إلى أي حد هذا حقيقي؟ نعم أخي الكريم، الأحزمة الأمنية خاصة هنالك لغط كبير حولها، وهذا اللغط سواء متعلق بقرار الإنشاء أو متعلق ببنية هذه الأحزمة في البناء المؤسسي الذي نشاهده في الهجزة الأمنية أو مؤسسة الجيش، خاصة وأن القرار الأخير في هذه الأحزمة لا يصدر أو لا يتبع وزارة الدفاع اليمنية أو وزارة الداخلية اليمنية، وبالتالي أصبحت تشكل أحزمة أو ميليشيات خارج الإطار القانوني أو إطار الدولة، وتنفذ مهام وأجندة خارج هذا الإطار. وبالتالي هذه الأحزمة سواء في حضرموت أو في عدن أو حتى في داخل حل شبوة رصدت عليها مجموعة من الانتهاكات، كان أبرزها الانتهاكات المتعلقة بإنشاء سجون خارج إطار القانون، وربما كان آخرها سجن بير أحمد والإضراب الذي نفذه مجموعة من المعتقلين يصل عددهم إلى 140، بحيث وصل صوتهم إلى أبعد مدى. إضافة إلى مجموعة من التقارير. طيب قبل أن تفصل موضوع هذه الانتهاكات، إذا ما تحدثنا عن قانونية هذه الكيانات، ربما قد يرد عليك البعض بأنه ما زال هناك وضع استثنائي وحرب، وبالتالي عن أي قوانين ودولة تتحدث أنها هذه الكيانات تعمل خارج إطارها؟ لا، نحن في إطار الحرب أمامنا أمرين اثنين، إما أمام قوة عسكرية شرعية تتبع وزارة الدفاع اليمنية، تتبع وزارة الداخلية اليمنية، تنفذ أوامرها وتتبع الأنظمة والقوانين واللوائح لهذه الوزارتين، وهذه غالبا موجودة في مناطق تحرير المقاومة، أو نتحدث عن ميليشيات وفقا للقانون الدولي أن هنالك هرم تسلسل إلى غير ذلك. وبالتالي اليوم الحزام الأمني أو الأحزمة الأمنية هي وقعت في منزلة بين المنزلتين، هي لم تنتمي بصورة صريحة إلى الأحزمة أو قصدي إلى الحكومة الشرعية، ولم تذهب بصورة صريحة إلى الميليشيات. اليوم طيب إلى أي حد تعامل مؤسسات الدولة الرسمية وممثلي الدولة والسلطة الشرعية مع هذه الأحزمة وقياداتها وقيادة هذه الكيانات يضفي عليها الشرعية؟ لا يمكن الشرعية اليوم لأي أحزمة لأي سلطة عسكرية أو لأي قوات عسكرية تستمد من القانون من الدستور اليمني، القرارات التي تصدر بإنشاء معسكرات أو بإنشاء أو تسميتها أو بتعيين قاداتها هي التي تضفي هذه الشرعية، غير هذا الأمر لا يمكن نتحدث عن شرعية، نتحدث عن سلطة أمر واقع بالقوة العسكرية. هنالك اليوم مداهمات تتم، هنالك سجون يتم الإشراف عليها، لكنها بعيدة عن سلطة هذه الدولة، بعيدة عن النيابة العامة،
لا يمكن لهذه السلطات على القوات ان تأتمر باوامر القضاء، وبالتالي هي تمارس مهامها خارج اطار القانون وبصوره تخالف المواثيق الدوليه بشكل كامل. لا لا، لكن ربما تابعت قبل يومين زيارة للنائب العام علي الأعوش لسجن المنصورة في عدن، وكان برفقته قيادات للحزام الأمني، هناك تعامل رسمي وواضح ربما مع سلطة أمر واقع. نحن نتحدث عن سلطة أمر واقع، لكن إذا تحدثنا عن منبع الشرعية لا توجد هذه المنبع إلا من خلال قرارات يصدرها الرئيس نفسه على الرئيس عبد الرب منصور، والسلطة المسؤولة في هذا الجانب هي التي تتحمل مسؤولية إصدار قرارات واضحة بإنشاء سلطات أو كيانات عسكرية موجودة على الأرض. بدونها كما ذكرت أخي الكريم بأن هنالك سلطة أمر واقع فرضت نفسها على الأرض، وبالتالي رأينا هنالك مصادمات بين الحين والأخرى بين السلطة الشرعية والقوة المنتمية لها وبين الأحزمة الأمنية، وبالتالي هذه الأحزمة الأمنية تتفوق نوعيا وعسكريا وتدريبيا وتسليحيا وفرضت نفسها كسلطة أمر واقع موجودة على الأرض، وبالتالي اليوم أصبح هذا الأمر خارج إطار المألوف القانوني الذي يمكن أن نلجأ إليه. طيب ما رصدته المؤسسات الحقوقية فيما يخص انتهاكات هذه الكيانات؟ طبعا الانتهاكات تنوعت، هنالك الانتهاكات تقريبا الاشهر هي المتعلقه بالسجون الغير قانونيه خارج سلطه الدوله سواء في حضرموت او في شبوه او في عدن، واضافه الى الاعتقالات والمداهمات غير القانونيه، هنالك التعذيب حتى الموت، هنالك القتل خارج القانون حتى الموت. في الشهر الماضي سجلنا حاله قتل خارج القانون في محافظة أبيان من قبل الأحزمة الأمنية في محافظة أبيان، راح ضحيتها تقريبا 3 في المرة الأولى وأيضا 2 في المرة الثانية، هنالك في حضرموت وهنا عفوا في لحج أيضا وهنالك في عدن. هذه أبرز الانتهاكات التي تمارسها هذه السلطة، إضافة إلى اعتقالات خارج القانون لفترات طويلة دون تسليم هؤلاء، دون ان يعرف الناس او الاهالي مصير اهاليهم، هنالك بعض الاهالي الذين تواصل معهم لديهم اقارب مختطفين منذ سنتين يريدون ان يعرفون فقط اين اهاليهم، فقط في اي سجن، في اي معتقل. والنيابه العامه لا تستطيع ايضا ليس لها سلطه، وبالتالي هذه ابرز الانتهاكات اضافه الى انتهاكات متعلقه بحريه او بمنع الانتقال او منع الانتقال من منطقة لأخرى، بمنع بعض الناس من الدخول إلى عدن من المحافظات الشمالية خاصة ضمن محافظة تعز بين الفينة والأخرى يتم تقييدها، ولدينا تقارير وإحصائيات وأسماء فيها بهذا الصدد. أشكرك جزيلا أستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. أستاذنك دكتور عادل بالذهاب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من المساء اليمني. اهلا بكم من جديد مشاهدينا لهذه الحلقه من المساله اليمني، وكره ترحيبي بك دكتور عادل المساء. دكتور عادل، من التساؤلات البارزه الان ونحن نناقش استراتيجيه هذه الاحزمه الامنيه، مصير هذه الاحزمه والكيانات المسلحه في مرحله ما بعد انتهاء الحرب؟ حقيقه مفترض ان تنضوي في اطار مشروع الدوله في اطار الشرعيه، والا ستصبح كيانات ضاره وخارجه ايضا عن القانون، وبالتالي ينبغي ان تطالب تحت طائله القانون باعتبار انها قوى ارهابيه لانها تعمل على تفخيخ اللا استقرار داخل المجتمع اليمني، وهناك كما قال اخي هناك حالات مهوله من الاغتيالات خارج القانون وقامت سجون وممارسات لا قانونيه بحق المواطن فضلا عن تفجير
المجتمع والفوضى داخل المجتمع والحرث ضد الاستقرار وضد عودة الشرعية. هناك مشاكل كثيرة جدا تخلقها وخلقتها هذه الميليشيات، وبالتالي هي تعمل على حالة خلق حالة وتوسيع حالة الفوضى داخل المجتمع، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك ضغط مجتمعي، وينبغي أن تكرس الشرعية جهودها من أجل أيضا تذويب هذه الكيانات والضغط أيضا على التحالف في سبيل عودة الشرعية وتذويب هذه الكيانات في إطار دولة، ويجب أن تنتظم في إطار دولة وتنضوي تحت وزارة الدفاع، وإلا ستصبح يعني كيانات إرهابية حقا، لأن حتى خلق هذا الجو أيضا يساعد على أيضا تفشي الإرهاب، والقاعدة تتنفس من خلال هذه الأجواء. لكن أعتقد أنه الاستقرار يضمن عودة، ينبغي ويجب أن تنضوي كل هذه تحت إطار الميليشيات والكيانات تحت إطار الدولة، ينبغي على التحالف أن يدفع في هذا الاتجاه، والشرعية أيضا تكرس هذا الشعور، وأيضا تخلق وعي مجتمعي برفض كل هذه الكيانات كما هو الآن في تعز. هناك انتفاضة، هناك حالة من الغضب والاستياء داخل الشعب وتخرج في مظاهرات. سنخصص حيز لموضوع تعز مع وعلاقته بهذه الأحزمة، لكن أنت أشرت إلى نقطة أن ربما أن هذه الأحزمة وجودها ينفس وربما يساعد على انتشار القاعدة. هي تتصدر اليوم محاربة الإرهاب كما تقول، وهي اليوم هدف للقاعدة. هناك عمليات قامت بها القاعدة وتبنتها ضد هذه الأحزمة الأمنية، وهنا يبرز تساؤل حول مدى قدرة هذه الأحزمة على الإيفاء بواجبتها ومهمتها، وهي هدف اليوم للقاعدة. يا سيدي، نحن نتكلم عن الـ 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 عن الاستقرار، والاستقرار لا يمكن يكون بمفهومه الشامل، الاستقرار لا يمكن أن يكون إلا في وجود دولة، في وجود عودة الشرعية بشكل من خلال مؤسساتها وأجهزتها، وبالتالي إنشاء هذه الكيانات على نمط وأساس طائف مناطقي، هناك الضالع وهناك شبوة وهناك حضرموت، وهناك أيضا بالتالي تعمل على تفجير تمزيق النسيج الاجتماعي، وأيضا الدفع والحرث باتجاه أيضا مناطقي، وبالتالي لديها أيضا السلاح ولديها أيضا الأموال والرجال، والدفع في هذا الاتجاه مخيف حقا. يفجر القضية الجنوبية، خاصة وأن هناك كثير من الجراحات المتفشية في الجنوب ونتيجة وحروب سابقة أيضا لا يمكن أبدا العودة إلى والبناء عليها، وبالتالي ينبغي القفز على كل هذه الجراحات وبناء مجتمع تشاركي. حتى القضية الجنوبية أعتقد الآن تستثمر بشكل كبير من خلال هذه الأحزمة المناطقية، وبالتالي أعتقد أنه القضية الجنوبية تلاشت وضاعت واختفت في من خلال هذا الصخب الهائل والكبير في الجنوب، والدفع أيضا من قبل الإمارات. أعتقد أن هناك أجندات مناطقية طفت على السطح وتركب أيضا القضية الجنوبية، وهنا الخطورة. وبالتالي أعتقد هناك استثمار لحالة القاعدة، خاصة حينما تحرك مسألة الشرعية وعودة الحكومة تتفجر قضايا كثير، وكأنما هناك تناغم كبير ما بين هذه الأحزمة والقاعدة، وبالتالي هنا الخطورة. أعتقد ينبغي أن ندفع باتجاه عودة الشرعية، باتجاه عودة الاستقرار، بخلق وعي مجتمعي والضغط أيضا على التحالف والضغط أيضا على الشرعية، وينبغي أن تفعل أدواتها الشرعية من خلال أيضا المجتمع الدولي، ومن خلال أيضا طرح هذه القضية بعمق، الاعتبار أن قضية الإرهاب وقضية الاستقرار باليمن تهم المجتمع الدولي من خلال الملاحة الدولية وأيضا من خلال. دكتور عادل، استأذنك بأن نشرك معنا بالنقاش الباحث السياسي جمال مليكي. أهلا بك أستاذ جمال، ينضم لنا من الدوحة. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين وبضيوفك الكرام. أستاذ جمال، لماذا كل هذا اللغط حول موضوع الأحزمة الأمنية في الجنوب؟ هو للأسف الشديد الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد مارست أقل ما يمكن أن يقال عنه الانتهازية، التي للأسف الشديد تفخخ الجنوب أكثر مما كان ربما قبل تدخل التحالف، لأنه ما نشاهد اليوم هو استثمار لصراعات تاريخية قديمة وإثارة نزعات ربما أحوج ما كان الجنوب بشكل تحديدا يحتاجه، وما تحتاج اليمن هو تجاوزها. يعني اليوم نجد أن هناك مزاج يشبه إلى حد كبير مزاج ما قبل أحداث 86 للأسف الشديد، والإمارات العربية المتحدة تريد أن تستثمر ذلك بما يخدم مصالحها. اليوم يتوهم أي سياسي من أبناء الجنوب، من إخواننا في الجنوب، يتوهمون أن الإماراتيين يريدون أن ينتصروا لقضيتهم أو لأي قضية موجودة أصلا، هم يريدون أن يستخدموهم ككرت، يستخدموهم كورقة. ما يقول ذلك، ما يؤكد ما نقوله، ما يؤكد هذا التحليل هو نمط تحركات الإمارات العربية المتحدة. اليوم لو كنت ناشطا جنوبيا ووجدت امرأة بسن أمي تبكي
لأن ولدها مختطف من قبل الإمارات، كيف لي أن أخرج وأنادي بالحرية؟ القيم تختبر أصحابها، القيم تختبر المناضلين في وقت النضال وما بعد النضال. فإذا فشلوا في هذا الاختبار أن يسمح للضابط الإماراتي أن يهين إنسان دينه بآخر بحجة أنه لكي ننتصر للقضية ولكي نستقل، هذا وهم، هذا وهم لا يمكن أن يتحقق. ما يقوله التاريخ وما تقوله الوقائع على الأرض أنه ما هكذا يحصل مناصرة القضايا ولا هكذا ينتصر لأي مظلومية موجودة. طيب، ونحن نتحدث عن هذه الأحزمة الأمنية، تبرز نقطة ربما تتعلق كما يراها البعض بوجود ربما تباين واختلاف في الأجندات ما بين الشرعية والتحالف من هذه النقطة، إلى أي حد تتفق مع هذا الطرح؟ هناك خلل. الفكرة الجوهرية أن هناك أهداف معلنة للتحالف وهناك بيانات تصدر من التحالف، وما يحدث على الأرض لا علاقة له بهذه البيانات. إذن هنا تكون المقاربة، هل ما يفعله التحالف يتناغم مع الأهداف المعلنة أم لا؟ بما أنه لا يتناغم مع الأهداف المعلنة، إذن نحن أمام شكل آخر من أشكال الوجود العسكري. لأنه ما الذي يجعل الجندي الإماراتي موجودا على أرض اليمن بصفة شرعية بالقانون الدولي وفي كل القوانين السماوية والأرضية؟ هو أنهم جاءوا من أجل أهداف معلنة لإعادة الشرعية. إذا ما حدث ما يعارض هذه الأجندة المعلنة وهذه الأهداف المعلنة، إذا نحن أمام احتلال حقيقي بالمعنى العلمي للكلمة. لا، لكن مع بداية الحرب كان مرحب بهذا الجندي الإماراتي والسعودي والقطري والسوداني والمصري، كل من هم مؤيد للشرعية وأتى لاستعادة الشرعية. صحيح، هذا صحيح، ونحن منهم وكنا يعني من الذين احتفينا بهذا التدخل لأنه كان له أهداف معلنة. لكن عندما تم الانقلاب على هذه الأهداف المعلنة أصبح موقفنا منهم مثل موقف الانقلاب المحلي بل وهو أشد، لأن هذا إنسان جاء من خارج الحدود لكي ينصرني. باللحظة التي جاء لكي ينصرني جاء ليغتال الحلم الذي من أجله رحبنا به. لذلك هنا حصلت المفارقة، ليس هناك زواج كاثوليكي بيننا وبين التحالف. التحالف جاء لهدف معلن، هذا الهدف المعلن أصبح واضحا أنه لا يحققه بل أصبح معيقا لتحقيقه، إذا اختلفت الرؤية واختلف الموقف منها. طيب أستاذ جمال، أنت تقول ربما المواقف المعلنة للتحالف تتناقض مع الممارسات على أرض الواقع، أيضا التصريحات المعلنة للشرعية إلى ماذا تشير؟ ما الذي يفهم منها؟ لماذا هذا الصمت؟ أين هي مسؤوليات الشرعية تحديدا الرئيس ونائب الرئيس، مسؤولياتهم الوطنية مما يحدث؟ إذا أردنا أن نتحدث عن موقف الشرعية، هذه لقطة منفصلة لابد أن نضعها في مشهد وفي سياق حتى نفهمها. الشرعية منذ أن كان الحوثيون على أسوار صعدة وهي تخسر كروتها كرتا تلو آخر، اليوم أصبحوا ساقدين لأي قدرة على التصرف، ليس بسبب أنهم هكذا وضعهم ويستخدموا البعض للتبرير، لا، هم من أضعفوا موقفهم، هم من وضعوا البيض في سلة واحدة منذ اللحظات الأولى من تدخل التحالف. ونحن نقول لابد أن يكون هناك مسافة ما بين الشرعية وما بين التحالف، هذه المسافة تسمح للشرعية أو على الأقل يكون هناك إجابة محتملة ويكون هناك سيناريو محتمل. ماذا لو تركنا التحالف في منتصف الطريق؟ هل هناك لدينا قدرة؟ لم يتم الإجابة على هذا السؤال من وقت مبكر. إذا ما نحن فيه هو نتيجة لهذا الغياب. يعني كنا نسمع طوال فترة تدخل التحالف تنازع حول وكلاء الوزارات من أي حزب ووكلاء الوزارات كم عددهم في كل وزارة، أكثر مما نسمع إجابة على سؤال ملح وهو ماذا لو تركنا التحالف؟ وكان هذا السؤال كلنا كنا نطرحه منذ البدايات، ماذا لو تركتنا المملكة العربية السعودية أو تركنا التحالف؟ هل نحن قادرين؟ كان من الأفضل أن يكون هناك إجابة على هذا السؤال. أما الآن ففعلا هم الآن غير قادرين وعاجزين عن أن يتخذوا أي موقف للأسف الشديد. طيب سؤال أخير أستاذ جمال، إمكانيات ودعم غير محدود لهذه الأحزمة والكيانات المسلحة، ما الذي يمنع توجيه هذا الدعم للمؤسسات الرسمية للجيش والأمن؟ هناك باعتقادي هي الفكرة الجوهرية فكرة الهوس الإماراتي بالسيطرة. هناك توجه إماراتي بالسيطرة على الموانئ والسواحل سواء في اليمن أو في المنطقة المقابلة ذات السواحل الأفريقية، وكل من يتتبع تحركات الإمارات في الأربع سنوات الأخيرة سيجد أن هناك توجه حقيقي ويبدو أنه لديه ضوء أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون الإمارات نشطة وأن تكون ربما هي يعني شرط المنطقة في المستقبل، هكذا ربما يراد للإمارات أن تكون. لكن أنا باعتقادي أن الإمارات العربية المتحدة بهذه التحركات
هي ربما تكسب على المستوى التكتيكي لكنها ستخسر استراتيجيا. لا يمكن لهذا الوضع أن يدوم مهما بدأ لنا اليوم أنه بقوة وبشراسة، لأنه يتعارض مع طبيعة المجتمع اليمني. ربما إذا كان استغل الوضع في عدن لفترة معينة، والآن بدأنا نسمع هناك داخل الجنوب نفسه عدم ترحيب بهذه التدخل وبهذا الشكل وبشكل مهين لأبناء الجنوب. طيب أنت تقول أنه ربما لا يذهب الدعم للمؤسسة الرسمية، أن لذلك علاقة رجعته بالهوس الإماراتي. الطرف الآخر يقول أنه هذا الدعم والاضطرار لتشكيل هذه الكيانات لأن هناك حالة عجز وفشل داخل المؤسسة الرسمية العسكرية، الجيش والأمن وفساد. ربما ما ردك؟ إذا الرد على هذا أنه لو كانت هذه القوى هي جاءت فعلا لتسد ثغرة موجودة لكانت النتيجة مختلفة. يعني هذه القوى عندما تمنع الرئيس من العودة إلى المنطقة المحررة، إلى العاصمة المؤقتة، عندما تعجز أن تمكن المحافظ من الوصول إلى مكتبه، فكيف نستطيع أن نقول أنها جاءت لوجود ثغرة ووجود عجز؟ لو كانت كذلك لكانت النتيجة مختلفة، لكانت التكتيكات على الأرض مختلفة. لذلك اليوم محافظ عدن استقال وقدم استقالته، وربما لم يشير إلى أي ضرر لهذه الكيانات وتأثيرها على عمله ومهامه. اطلعت على هذه الاستقالة وما زالت الاستقالة فعلا تحتاج إلى كثير من الدراسة والقراءة. وأنا بالنسبة لي شخصيا هذا الرجل مصدق، وليست أول مرة الحديث عن فساد الحكومة الشرعية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه مبرر لما تعمله الكيانات المدعومة من قبل الإمارات. ما تفعله الكيانات المدعومة من قبل الإمارات لا علاقة له بنبل النضال الوطني الجنوبي، ولا علاقة له بإعادة الشرعية، هو شيء آخر مختلف كليا عن أن يكون لمعالجة إشكاليات الشرعية. أما إشكاليات الشرعية وفساد الشرعية فعلا هو موجود، وتحدثنا عن هذا كثيرا. أشكرك جزيلا أستاذ جمال المليكي الباحث السياسي، كنت معنا من الدوحة. أعود لضيفي في الاستديو دكتور عادل. دكتور عادل، كنت بدأت بالحديث من نقطة ومدخل المخاطر، ربما مواجهة الإرهاب واستهداف هذه الكيانات من قبل تنظيم القاعدة. إلى أي حد هناك خطورة في هذا الموضوع، وربما أن تتسع دائرة هذا الخطر فيما يتعلق بموضوع القاعدة واستهداف لهذه الكيانات؟ ولماذا هي مستهدفة ولا تستهدف القوات والمؤسسات القريبة من الجيش والأمن والشرعية؟ حقا بالنسبة للخطر يكمن في كل الميليشيات والكيانات التي تحرث ضد الاستقرار والشرعية في اليمن، وبالتالي ممثلة بالانقلاب الذي أيضا فخخ حالة من الفوضى داخل اليمن بشكل كبير وأوجد كل هذا الاحتراب. أيضا هذه الأحزمة التي أيضا تفخخ الأمن والاستقرار في الجنوب، والقاعدة، كل هذه الميليشيات والكيانات هي أيضا في نظر القانون يعني تعتبر معتدية على الأمن والاستقرار في اليمن، وينبغي أيضا محاربتها. وبالتالي أعتقد أنه هذه الأحزمة وهذه الميليشيات هي أخطر من القاعدة في كونها تتلقى دعم وتسليح إقليمي كبير من قبل الإمارات، وأيضا تصطدم بأجهزة الشرعية بشكل مباشر. يتعدى القاعدة بمستويات كثيرة، خاصة وأنها ترتقي بهذا التصعيد إلى الصدام مع الرئيس الجمهورية بنفسه ومع الألوية أيضا التابعة للرئيس، والتي في صلب عملها أيضا الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب. وبالتالي أعتقد أنها تمثل خطورة. كيف هي أخطر من القاعدة وهي هدف للقاعدة اليوم؟ هي المستهدفة من القاعدة، ويعني ربما كل عمليات الفترة الأخيرة ضد الأحزمة الأمنية هذه. يا سيدي، هناك استثمار قلنا ولعب بأوراق القاعدة في المسألة الجنوبية، لأنها تثار فقط عند مراحل معينة عندما تعود الحكومة، حينما تراد لها أن تتحرك القاعدة. وبالتالي أعتقد أنه مسألة القاعدة لا يمكن قبول محاربتها بأي كيان غير شرعي، ينبغي أن تحارب كل هذه الميليشيات عبر الشرعية وعبر جيش وطني. وبالتالي أعتقد أنه كل هذه مغالطات كثيرة جدا لا يمكن القبول عليها، ولا يمكن البناء عليها بأن الاستقرار سيأتي من خلال ميليشيات، وأن القاعدة ينبغي أن تضرب بميليشيات خارج القانون، وتقيم أيضا معسكرات، وأيضا تصطدم بالشرعية ومؤسساتها. تبقى لدي دقيقة فقط، نود أن نعرج على موضوع تعز وعلاقته بهذه الأحزمة والكيانات المسلحة. وكانت هناك محاولة ربما وفق ما صرح به محافظ تعز علي المعمري لإنشاء حزام في تعز، ولكنه حتى الآن ربما هناك فشل في إنشائه ورفض لهذا التشكيل. حالة الفوضى الأمنية موجودة داخل تعز ولا يوجد أحزمة حتى الآن؟
لهناك تيقظ ووعي شعبي كبير داخل تعز. تعز أعتقد هي المحافظة الوحيدة الخارجة عن قبضة التحالف، فبالتالي هناك هامش حرية إلى حد كبير، وبالتالي هناك حالة من التيقظ والوعي السياسي باعتبارها الحامل الثوري، وهناك تنوع واسع داخل تعز. تعز تختلف عن الجنوب، هناك ثارات في الجنوب، وهناك أيضا موقف من الشرعية وموقف أيضا رافض للمرجعيات ورافض للشرعية وللثورة اليمنية، وبالتالي تستغل الإمارات هذا الرفض وتركب هذه موجات الكراهية. لكن من حين لآخر نسمع عن فوضى أمنية داخل تعز بين نعم هناك الجيش. تدخل وهناك اختراق لعمل الإمارات، وهناك جماعات ممثلة بأبي العباس وغيرهم أيضا تدعمهم بشكل مباشر الإمارات، لكنها لم تستطع أن توجد كيان نتيجة، لأن الوعي الشعبي تصدر الموقف وخرج أيضا بمشاهرات، وأجبرت الأحزاب أيضا أن تقف معها في هذا الصف وقالت بكل وضوح لا للإمارات ولا لحزام أمني. في 15 ثانية أخيرة، قراءتك الأخيرة للموقف الصادر من الأحزاب التي التقت بالرئيس هادي ورفضت موضوع تشكيل كيانات مسلحة، لماذا في هذا التوقيت ولماذا يشير؟ أعتقد أن كل هذا تطور كبير في مسيرة العمل الشعبي وفي مسيرة الثورة أيضا، أولا من خلال المواقف الجسورة التي تصدرتها تعز في رفض الأحزمة وهو موقف متقدم، من خلال الأحزاب وتشكلها الآن أعتقد أن بدأت تتجاوز أيضا حالة الضعف والتشظي والشجار الذي أيضا زرعتها الإمارات حالف في صفوف أيضا الثورة في صفوف قوى الثورة. أعتقد أن الخروج بموقف موحد الآن ولو نواه سيشكل أيضا بناء ضخم نستطيع أن نبني عليه في عملية استعادة الدولة والشرعية. أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية ضيفنا في الاستوديو دكتور عادل بسني، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من المساء اليمني، تحيات طاقم البرنامج، السبت حلقة جديدة من المساء اليمني.